هو الاول سنتين يلي اليوم رح نخلص اول سنه منه رح يكونوا كثير صعبين، ثاني سنتين رح يكونوا صعبين. نعمل اول 4 سنين، ثاني 4 سنين رح يكونوا مش سهلين من الاول. اول سنتين يلي اليوم رح نخلص اول سنه منه رح يكونوا كثير صعبين، ثاني سنتين رح يكونوا صعبين. نعمل اول 4 سنين، ثاني 4 سنين رح يكونوا مش سهلين. اول سنتين يلي اليوم رح نخلص اول سنه منه رح يكونوا كثير صعبين، ثاني سنتين رح يكونوا صعبين. نعمل اول 4 سنين، ثاني 4 سنين رح يكونوا مش سهلين.